الاستوديو شهيد أحمد هاجر أغلو، أحييكم مشاهدين الكرام. إليكم نشرة الأخبار. أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الساعة 6 من مساء اليوم إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس النواب التي شارك فيها ملايين العراقيين في كافة المحافظات. كما أعلنت المفوضية مشاركة أكثر من 75 ألف مراقب محلي ودولي في الإشراف على الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية. في الساعة 7 من صباح هذا اليوم السبت، فتحت مراكز الاقتراع في عموم المحافظات العراقية أبوابها أمام الناخبين في انتخابات مجلس النواب، والتي تعد أول انتخابات تجري بعد تحرير محافظات العراق من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي. وقد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مشاركة أكثر من 75 ألف مراقب محلي ودولي للإشراف على اقتراع الانتخابات البرلمانية. وقال رئيس دائرة الانتخابية في المفوضية رياض البدران إن عدد مراكز الاقتراع بلغ أكثر من 8900 مركز، يضم 55222 محطة تستقبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم في عموم المحافظات العراقية. وأضاف البدران أن 133 وكيل حزبي يراقبون عملية الاقتراع، بالإضافة إلى 74646 مراقب محلي و963 مراقبا دوليا، مبينا أن 4000 صحفيا بينهم 329 خارج البلاد يغطون الانتخابات. ويذكر أن 7376 مرشحا يمثلون 320 حزبا وائتلافا وقائمة للحصول على 328 مقعدا في مجلس النواب العراقي. فيما بدأت عملية الاقتراع لعملية التصويت العام منذ الساعة 7 من صباح اليوم السبت في عموم محافظات العراق، وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 6 مساء بعد انتهاء التصويت العام. مشاهدين الكرام، منذ الساعة 8 من صباح اليوم واكبت فضائية تركمانيلا عملية التصويت في الاقتراع العام ونبض الجماهير التركمانية عبر البث المباشر من مراكز الاقتراع والبرامج الحية باللغتين التركمانية والعربية التي جرى بثها، وأيضا رصد مشاهد من سير العملية الانتخابية في كركوك والموصل وبغداد وديالى وتسخرماطة، إلى جانب إبراز مشاهد لفرحة الجماهير التركمانية بالعرس الانتخابي في شوارع مدينة كركوك، لتثبت فضائية تركمانيلا مرة أخرى جدارتها وتميزها الإعلامي لتكون صوت الشعب التركماني إلى العالم أجمع. مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم. نحن في هذا اليوم الحاسم، يوم انتخابات مجلس النواب التي تجري في 12 أيار 2018. مشاهدينا الكرام، هذه الانتخابات تحمل أهمية كبيرة فيما يتعلق بمستقبل العراق، خصوصا في السنوات الأربعة المقبلة. يوما بعد يوم تثبت فضائية تركمانيلا جدارتها وتميزها في المجال الإعلامي. فمنذ الساعة 8 من صباح اليوم واكبت فضائية تركمانيلا عملية التصويت في الاقتراع العام ونبض الجماهير التركمانية عبر البث المباشر من مراكز الاقتراع، حيث بذلت كوادر الفضائية جهودها الجبارة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية على الهواء مباشرة ومن مختلف المراكز الانتخابية في مناطق وأحياء مدينة كركوك، إلى جانب التغطية الإعلامية لمراسلي وكوادر فضائية تركمانيلا في المحافظات، والتي ساهمت في التغطية الإعلامية لسير الانتخابات في بغداد والموصل وديالى وتسخرماطة. فكانت التغطية الإعلامية للعملية الانتخابية جديرة بالإعجاب. من جانب آخر، تواصلت فضائية تركمانيلا في البث المباشر عبر تقديم برامج حية وعلى الهواء مباشرة باللغتين التركمانية والعربية، حيث تم في تلك البرامج أيضا استضافة عدد من المسؤولين التركمان لتقييم سير العملية الانتخابية وأيضا إطلاع الرأي العام على المشاكل التي واكبت عملية التصويت في الاقتراع العام. فضائية تركمانيلا أيضا كان لها التميز في نقل وإبراز مشاهد لفرحة الجماهير التركمانية بالعرس الانتخابي في شوارع مدينة كركوك، حيث رفعت المركبات الأعلام التركمانية الزرقاء اعتزازا بالهوية القومية التركمانية الأصيلة.
ومن خلال تغطيتها الإعلامية المتميزة لانتخابات مجلس النواب في الاقتراع العام من خلال البث الحي الذي امتد من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 7:30. أثبتت فضائية تركمانيلي مرة أخرى جدارتها وتميزها الإعلامي لتكون صوت الشعب التركماني إلى العالم أجمع. فتحت مراكز الاقتراع في محافظة كركوك حالها حال باقي محافظات العراق أبوابها في الساعة 7 من صباح اليوم السبت لاستقبال الناخبين الذين توافدوا إلى تلك المراكز للتصويت في الاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب. وقد واكبت فضائية تركمانيلي على الهواء مباشرة ولحظة بلحظة سير عملية التصويت في الانتخابات بمحافظة كركوك، والتقت مع الناخبين التركمان الذين توافدوا بكثافة على مراكز الاقتراع في المحافظة والتي شهدت في العديد من المناطق التركمانية مشاكل وعراقيل في عملية التصويت بسبب تعطل أجهزة التصويت الإلكتروني، فيما أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 6 مساء. منذ الساعة 7 من صباح اليوم فتحت مراكز الاقتراع في محافظة كركوك حالها حال باقي محافظات العراق أبوابها لاستقبال الناخبين الذين توافدوا إلى تلك المراكز للتصويت في الاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب. وقد واكبت فضائية تركمانيلي على الهواء مباشرة لحظة بلحظة سير عملية التصويت في الانتخابات بمحافظة كركوك، حيث جرت الانتخابات في أجواء آمنة وسط إجراءات واسعة اتخذتها القوات الأمنية لحماية الناخبين والمراكز الانتخابية. وقد توافد الناخبون التركمان بكثافة على مراكز الاقتراع في مختلف أنحاء مدينة كركوك، ومنها المركز الموجود في مدرسة الكندي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، حيث شارك حتى المواطنون التركمان المسنون وأيضا المعاقون الذين جاءوا على الكراسي المتحركة لتأكيد رغبتهم في المشاركة بقوة في الانتخابات البرلمانية. وأدلى عدد من الناخبين لفضائية تركمانيلي بأحاديث حثوا فيها الناخبين التركمان كافة للمشاركة في الانتخابات لأهميتها بالنسبة لمستقبل البلد وكركوك. كما دعا الناخبون التركمان الذين حضروا إلى مركز الاقتراع في مدرسة الكندي، دعوا الشباب التركمان إلى عدم الجلوس في منازلهم والمشاركة بقوة في الانتخابات البرلمانية. لكن عملية التصويت شهدت بعض العراقيل والمشاكل في بعض مراكز الاقتراع بسبب عطل في الكثير من أجهزة التصويت الإلكتروني وخصوصا في المناطق التركمانية، ومنها المركز الانتخابي في مدرسة حطين، الأمر الذي أثار سخط واستياء الناخبين، حيث أدى ذلك إلى ازدحام الناخبين التركمان أمام مراكز الاقتراع، لكنهم أكدوا تصميمهم على المشاركة في الانتخابات مهما لزم الأمر. مع بدء عملية التصويت العام في عموم المحافظات العراقية ومن بينها محافظة كركوك، شهدت منطقة المصلى وحي الواسطي في مدينة كركوك إقبالا كبيرا من قبل الناخبين التركمان بجموع غفيرة إلى مراكز الاقتراع من الرجال والشباب والنساء والكبار في السن بهدف الإدلاء بأصواتهم إيمانا منهم بقضيتهم العادلة لإحقاق الحقوق التركمانية للشعب التركماني في محافظة كركوك ومختلف مناطق تركمانيلي. في خضم استمرار عملية التصويت العام بعموم المحافظات العراقية، شهدت منطقة المصلى إقبالا كبيرا من قبل الناخبين التركمان بجموع غفيرة إلى مراكز الاقتراع من الرجال والنساء والشباب والكبار في السن بهدف الإدلاء بأصواتهم، حيث توجه الناخبون التركمان إلى مدرسة أقصو الابتدائية التركمانية بمنطقة المصلى بجموع غفيرة إلى الانتخابات للمشاركة في الاقتراع، أملا منهم في إيصال ممثلين عن الشعب التركماني إلى البرلمان للمطالبة بكافة الحقوق التركمانية المسلوبة. وفي أحاديث لفضائية تركمانيلي دعا عدد من الناخبين التركمان المشاركة في الانتخابات جميع الناخبين التركمان بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية الحالية
لفرض الثقة للتركماني الحقيقي في العراق ولضمان مستقبل أفضل للتركمان بمختلف مناطق تركمانيله، مؤكدين أن هذا اليوم فرصة حقيقية لإثبات الوجود التركماني. فيما شهدت مراكز الاقتراع في منطقة الحي الواسطي بمدينة كركوك إقبالا غفيرا من قبل الناخبين التركمان من مختلف الأعمار ومن كلا الجنسين، إيمانا منهم بقضيتهم العادلة لإحقاق الحقوق التركمانية للشعب التركماني في محافظة كركوك ومختلف مناطق تركمانيله، مؤكدين في الوقت نفسه أن هذا اليوم يجب أن يكون يوم همة للتركمان وعدم التهاون بالانتخابات، لأنها مسألة بقاء أو موت، وهي بمثابة انتخابات تحدد مصير ومستقبل الشعب التركماني في العراق. مع بدء عملية التصويت العام في مختلف المحافظات العراقية ومن بينها محافظة كركوك، أدلى رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي بصوته في مدرسة هداية بمدينة كركوك، حيث دعا الصالحي خلال حديثه لفضائية تركمانيله المواطنين التركمان بفرض الثقل التركماني في العراق من خلال المشاركة الكثيفة في الانتخابات البرلمانية الحالية. بالتزامن مع انطلاق عملية التصويت العام التي بدأت منذ الساعة 7 صباحا، أدلى رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي بصوته في مدرسة هداية بمدينة كركوك، حيث شهد التصويت العام في الانتخابات البرلمانية الحالية إقبالا كبيرا من قبل المواطنين التركمان إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، إيمانا منهم بقضيتهم العادلة ولنيل حقوقهم المسلوبة عبر السبل القانونية والديمقراطية والمشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية الحالية. وفي حديثه لفضائية تركمانيله عقب الإدلاء بصوته، أوضح رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي أهمية الانتخابات البرلمانية للشعب التركماني في مختلف مناطق تركمانيله، مشيرا إلى أن على التركمان إظهار ثقلهم الحقيقي من خلال التوجه لصناديق الاقتراع والمشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية الحالية. على خلفية بدء عملية التصويت العام في مختلف المحافظات العراقية ومنها محافظة كركوك، أدلى كل من نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب حسن توران والناطق باسم الجبهة التركمانية العراقية وعضو مجلس محافظة كركوك عن الكتلة التركمانية علي مهدي بصوتيهما، داعين في الوقت نفسه الشعب التركماني جميعا من شمال العراق إلى جنوبه للتوجه إلى صناديق الاقتراع والمشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية الحالية. بالتزامن مع توجه الناخبين إلى مراكز الاقتراع المنتشرة في محافظة كركوك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية الحالية التي انطلقت منذ الساعة 7 صباحا، أدلى نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب حسن توران بصوته في متوسطة الغربية بمدينة كركوك. وفي حديثه لفضائية تركمانيله، أوضح نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب حسن توران أن التركمان متحمسون من أجل المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية وفرض الثقة للتركماني الحقيقي في العراق ولنيل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون العراقي. فيما أدلى الناطق باسم الجبهة التركمانية العراقية وعضو مجلس محافظة كركوك عن الكتلة التركمانية علي مهدي بصوته في مدرسة عطاترز باشا الابتدائية في منطقة طريق بغداد بمدينة كركوك. وفي حديثه لفضائية تركمانيله، أكد مهدي على ضرورة المشاركة الفاعلة للشعب التركماني في الانتخابات البرلمانية الحالية لضمان مستقبل التركمان في العراق، مشددا أيضا أن ضمان الحقوق التركمانية تأتي من خلال التوجه الكثيف والفعال والإرادة القوية للناخبين التركمان بهدف إيصال ممثلين عن الشعب التركماني إلى البرلمان لاسترجاع الحقوق التركمانية المسلوبة واستغلال هذه الفرصة الحقيقية والتاريخية لإثبات الثقة للتركماني الحقيقي في العراق. من جانب آخر، أدلى رئيس حركة عطاء في كركوك عمار كهية أيضا بصوته في انتخابات مجلس النواب التي جرت اليوم، حيث صوت في مركز الاقتراع الموجود في مدرسة جرجر بابا الابتدائية بمدينة كركوك.
بالتزامن مع الاقتراع الخاص لانتخابات مجلس النواب التي جرت اليوم في عموم أنحاء العراق، شارك رئيس حركة عطاء في كركوك عمار كهية في الانتخابات البرلمانية عبر الإدلاء بصوته في أحد مراكز الاقتراع بمدينة كركوك، حيث أدلى عمار كهية بصوته في مركز الاقتراع الموجود في مدرسة جرجر بابا الابتدائية في منطقة حي الواسطي بمدينة كركوك، وهو يرتدي الزي الشعبي التركماني ويرفع العلمين العراقي والتركماني. وفي حديثه لفضائية تركمانيلي دعا عمار كهية الناخبين من أبناء الشعب التركماني في كركوك وعموم مناطق تركمانيلي على المشاركة بكثافة في الانتخابات التي وصفها بأنها تحمل أهمية قصوى بالنسبة للتركمان ومستقبل مدينة كركوك. وفي قضاء تسخر ماطر رصدت عدسة فضائية تركمانيلي توافد الناخبين التركمان في القضاء على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب وسط إجراءات أمنية واسعة اتخذتها القوات الأمنية ضمن الخطة الخاصة بحماية العملية الانتخابية. وقد أدلى مقرر البرلمان النائب التركماني نيازيم عمر أغلو بصوته في أحد المراكز الانتخابية في تسخر ماطر، كما بادر أيضا معمر أغلو بزيارة قائد فرقة الرد السريع في القضاء اللواء ثامر الحسيني للإطلاع على تفاصيل الخطة الأمنية الخاصة بالعملية الانتخابية في تسخر ماطر. أقبل الناخبون التركمان في قضاء تسخر ماطر منذ الصباح الباكر على مراكز الاقتراع التي افتتحتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في القضاء، وعددها 40 مركزا للمشاركة في الاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب عام 2018، حيث رصدت عدسة فضائية تركمانيلي لتوافد الناخبين التركمان في القضاء على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وسط إجراءات أمنية واسعة اتخذتها القوات الأمنية ضمن الخطة الخاصة بحماية العملية الانتخابية، فيما دعا الناخبون التركمان في تسخر ماطر أقرانهم للمشاركة بكثافة في الانتخابات خصوصا في ظل الأجواء الأمنية المستقرة. وقد بادر مقرر البرلمان النائب التركماني نيازيم عمر أغلو بالإدلاء بصوته في أحد المراكز الانتخابية في قضاء تسخر ماطر، حيث اطلع أيضا على سير العملية الانتخابية وإجراءات الحماية التي اتخذتها القوات الأمنية في القضاء، حيث أثنى أيضا في حديثه لفضائية تركمانيلي على نسبة إقبال الناخبين التركمان في تسخر ماطر على صناديق الاقتراع، وذلك لأهمية الانتخابات البرلمانية بالنسبة للتركمان ولقضاء تسخر ماطر. كما أشاد أيضا بالإجراءات الأمنية المتخذة لحماية المراكز الانتخابية في القضاء. من جانب آخر، بادر نيازي معمر أغلو بزيارة قائد فرقة الرد السريع اللواء ثامر الحسيني، حيث اطلع على تفاصيل الخطة الأمنية الخاصة بالعملية الانتخابية في قضاء تسخر ماطر، فيما أشار الحسيني بدوره في تصريح خاص لفضائية تركمانيلي إلى تفاصيل الخطة الأمنية الخاصة بالعملية الانتخابية في تسخر ماطر، والتي تشارك فيها قوات من فرقة الرد السريع والشرطة والجيش والحشد الشعبي. 40 مركز انتخابي فتحت أبوابها الساعة 7:00 إلى كل قضاء تسخر ماطر وآمرلي. الخطة الأمنية كانت خطة بفضل الله سبحانه وتعالى خطة جدا جيدة ومحكمة، بها أطواق داخلية أطواق خارجية، حماية المراكز الداخلية من الداخل من مسؤولية الرد السريع والشرطة المحلية، الأطواق الخارجية اللي يتكلف بها الحشد ولواء المغاوير جيش عراقي قيادة صلاح الدين، تنسيق كبير بين كل الأجهزة الأمنية. عندنا خلية استخبارات أنشأناها هنا للعملية الانتخابية، هي عندنا غرفة العمليات اللي سويناها إلى إدارة العملية الانتخابية. وفي العاصمة بغداد شهدت مراكز الاقتراع توافد الناخبين بشكل واسع على تلك المراكز لاختيار مرشحيهم لانتخابات مجلس النواب، حيث رصدت عدسة فضائية تركمانيلي سير العملية الانتخابية في مراكز الاقتراع في بغداد وتوافد الناخبين عليها، فيما أعرب الناخبون بدورهم عن أملهم في أن تكون الانتخابات بادرة خير للعراقيين. شهدت مراكز الاقتراع في العاصمة بغداد توافد الناخبين بشكل واسع على تلك المراكز
لاختيار مرشحيهم لانتخابات مجلس النواب، حيث رصدت عدسة فضائية تركمان لسير العملية الانتخابية في مراكز الاقتراع في بغداد وتوافد الناخبين عليها. وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها أمام الناخبين في العاصمة بغداد وعموم أنحاء العراق في الساعة 7 صباحا، وذلك لاستقبال الناخبين لاختيار 71 عضوا يمثلون بغداد في مجلس النواب العراقي الجديد. وفي حديثه لفضائية تركمانيل، أعرب الناخبون في العاصمة بغداد عن أملهم في أن تكون الانتخابات بادرة خير للعراقيين وجلب أناس قادرين على تغيير الوضع الراهن وخدمة الشعب العراقي وحل المشاكل التي يعاني منها، خصوصا في مسألة توفير فرص العمل للشباب. جيتي أريد نخدم بلدنا، جيتي أريد نخدم الإنسان الصالح للبلد، الإنسان مثل ما يقول المثقف. إحنا هسه دنشوف بالانتخابات نشوف ناس مثل ما يقول شهادات، أريد هاي الشهادات تكون على أرض الواقع، كون صدق تطمع على شهادتك ومعنى دراستك لوطنك، ولا تخذلونا مثل ما خذلونا ذولاك القبلهم. صار 14 سنة كل شيء ما افتهمنا وكل شيء ما استفادينا، لا الموظف لا المتقاعد لا الشاب. ليش هسه هاي الشهادات كلها قاعدة بالبيت؟ أريد تكون هاي الشهادات أن مثل ما يقول تتعين. في خضم عملية التصويت العام التي أجريت بمختلف المحافظات العراقية، شهدت محافظة نينوى منذ الساعة 7 صباحا توافد جموع غفيرة من الناخبين إلى مراكز الاقتراع المنتشرة في مختلف مناطق المحافظة بهدف الإدلاء بأصواتهم لإيصال ممثليهم إلى مجلس النواب العراقي. مع افتتاح مراكز الاقتراع أبوابها لاستقبال الناخبين في عموم المحافظات العراقية، شهدت محافظة نينوى توجه جموع غفيرة من الناخبين إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وانتخاب ممثليهم لمجلس النواب، حيث افتتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في محافظة نينوى في تمام الساعة 7 من صباح السبت لاستقبال الناخبين من مختلف المكونات للمشاركة في عملية التصويت العام والإدلاء بأصواتهم في عملية ديمقراطية أولى من نوعها بعد تحرير المحافظة من دنس داعش الإرهابي. وفي حديثه لفضائية تركمانيل، أوضح مسؤول شعبة الإعلام والعلاقات في مكتب نينوى للانتخابات فرحان الكيكي إن عدد المراكز الانتخابية التي افتتحتها المفوضية في المحافظة بلغ 747 مركز انتخابي، من بينها 26 مركزا للنازحين في أطراف المحافظة و171 مركزا للنازحين داخل مركز نينوى. وأضاف قائلا: افتتح مكتب انتخابات نينوى صباح اليوم 774 مركز اقتراع في كافة أرجاء محافظة نينوى، ليستطيع من خلالها الناخبون الإدلاء بأصواتهم. من هذه المراكز 26 مركز اقتراع موجودة حاليا في مخيمات النازحين، و171 مركز مخصص للنازحين في داخل محافظة نينوى، وثمانية مراكز مخصصة للحشد الشعبي، وما تبقى هي لعامة الناس. حضر معنا في المراكز عدد هائل من المراقبين من منظمات المجتمع المدني. من جانبه، أوضح نائب قائد عمليات نينوى العميد الركن جاسم محمد خليفة أن الخطة الأمنية التي وضعتها القيادة لتأمين العملية الانتخابية في المحافظة متواصلة ولم تحدث أي خروقات تذكر، مبينا أن هناك تنسيق عالي المستوى بين قيادة عمليات نينوى ومكتب نينوى للانتخابات، وقد خصصت باصات لنقل الناخبين من وإلى مراكز الاقتراع. وضعنا خطة محكمة لتأمين الانتخابات، يعني خطة محكمة هي مشتركة بين الجيش والشرطة والمواطن بالتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات. الحمد لله العملية جارية حسب ما خططت إليها. أما بخصوص الحظر، يعني خططنا ساعات مرنة، يعني حصلنا موافقات لتأمين باصات لنقل الناخبين المنطقة البعيدة إلى أقرب منطقة للمركز الانتخابي. فيما أشار مدير مركز نينوى للإرشاد والبحوث عبد المنعم الجبوري إن العملية الانتخابية في نينوى تجري بشكل سلس وانسيابي. حقيقة منذ الصباح الباكر افتتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين لغرض الإدلاء بأصواتهم، ومن خلال مراقبتنا لهذا الموضوع تبين أن العملية الانتخابية تجري بكل سلاسة وانسيابية.
وقد أشار مواطنون شاركوا في الانتخابات أن عملية التصويت العام لم تشهد أي ضغوطات تذكر، وإنها عملية ديمقراطية، داعيا المولى عز وجل في الوقت نفسه أن تكون فاتحة خير على البلد وبداية جديدة يتم من خلالها النهوض بواقع البلد إلى الأفضل والأحسن في مختلف المجالات والقطاعات. والله جيت يعني انتخب براحتي وماكو اي تاثير، ونريد نغير الوجوه القديمه وجوه جديده يكون تخدم البلد وتعمر مدينتنا، وهذا اللي نريده. نتامل ان شاء الله تكون خير وفاتحه خير على العراق العظيم من الشمال الى الجنوب لجميع المحافظات العراقيه ولجميع الاطياف والقوميات العراقيه. وفي محافظة ديالى أيضا افتتحت مراكز الاقتراع منذ الساعة 7 من صباح هذا اليوم أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، حيث شهدت المراكز إقبالا واسعا من قبل الناخبين من أهالي ديالى والذين أعربوا عن أملهم في أن تكون هذه الانتخابات بادرة خير للشعب العراقي والحفاظ على وحدة العراق والقضاء على الفساد. فيما تعرضت إحدى مراكز الاقتراع في ناحية أبي صيدا لهجوم إرهابي بقذائف الهاون دون أن يسفر عن سقوط ضحايا. محافظة ديالى حالها حال باقي المحافظات العراقية، شهدت أيضا منذ الساعة 7 صباحا فتح مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في الاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب، حيث شهدت المراكز إقبالا واسعا من قبل الناخبين من أهالي ديالى وسط إجراءات مشددة اتخذتها القوات الأمنية لحماية المراكز الانتخابية وضمان انسيابية عملية التصويت. وتحدث لفضائية تركمان لعدد من الناخبين من أهالي مدينة بعقوبة عن آرائهم بشأن الانتخابات وأكدوا أهمية المشاركة فيها، معربين عن أملهم بأن تكون بادرة خير للشعب العراقي والحفاظ على وحدة العراق والقضاء على الفساد. والله هي مشاركة جيدة إن شاء الله، وننتخب من أجل العراق والعراقيين، وننتخب إن شاء الله الشريف اللي ما خان الوطن ولا باعه، ونحافظ على ممتلكات الشعب إن شاء الله، وهي هاي فرحة العراقيين، بزالة الفاسدين والسراق إن شاء الله، نزيلهم بعون الله والطائفيين، نريد عراق موحد، عراق ماكو فرق، كليتنا عراقيين، كليتنا نسعى من أجل هذا الوطن. انتخابات جيدة جدا، ونطلب التغيير إن شاء الله، يعني بلكي وجوه جديده تغير هالبلد هذا، والامن والامان والاعمار، احنا نشيل المواطن كهرباء، ماء، حصه غذائيه، وان شاء الله نطلب التغيير وانتخابات وضع الامني جيد جدا. المشاركه حلوه وبها انسيابيه عاليه وجيده جدا، بس اكو شغله يعني عاقتني، لانه انا معوق وتعرف يعني منتسب جريح وجاي من مكان بعيد، بس شويه السيارات شويه صعوبه بالجي. قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي أعلن خلال مؤتمر صحفي أن العملية الانتخابية تجري بإنسيابية وأن الخطة الأمنية تجري كما هو معد لها، لافتا في الوقت ذاته إلى تعرض إحدى مراكز الاقتراع في ناحية أبي صيدا لهجوم إرهابي بقذائف الهاون دون أن يسفر عن سقوط ضحايا. منذ الساعة 7:00 من صباح هذا اليوم شهدت محافظة ديالى عرس انتخابي رائع وبأجواء جدا راقية الحقيقة. لا نزال نتجول في المراكز الانتخابية في مركز بعقوبة، وهنالك إقبال لدى المواطنين، والخطة الأمنية تسير وفق ما عد إلها. هنالك في أبو صيدا تحديدا وقعت، وهذا طبعا متوقع ويحدث، ووقعت عدة قذائف من الهاون وتم معالجتها فورا بالأسلحة المتيسرة، ولاذ المتسببين بالفرار وحاليا يتابعون لإلقاء القبض عليهم بإذنه تعالى. أما مدير مكتب ديالى للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات أحمد مزبان فأشار بدوره إلى افتتاح 446 مركزا انتخابيا في عموم أنحاء محافظة ديالى، حيث يبلغ عدد الناخبين في المحافظة أكثر من 1,000,000 ناخب يدلون بأصواتهم لاختيار 14 عضوا يمثلون محافظة ديالى في مجلس النواب القادم. صباح هذا اليوم المبارك انطلقت عملية العرس الانتخابي لمكتب انتخابات محافظة ديالى في عموم محافظة ديالى، حيث سيشارك في الانتخابات أكثر من 1,012,000
ناخب عراقي من أهل ديالى لاختيار 14 مقعد في مجلس النواب العراقي من أصل عدد مرشحين 343 مرشح في عموم المحافظة. افتتحنا 466 مركز اقتراع ويعني 2249 محطة اقتراع منتشرة بعموم المحافظة. افتتحنا مركزين للحركة السكانية بواقع 10 محطات، 5 في بعقوبة و5 في خانقين. افتتحنا أربع مراكز للحشد الشعبي بواقع 11 محطة. الأمور إن شاء الله جيدة، افتتحت كل مراكزنا. لدينا فرق صيانة، 35 فرق صيانة منتشر بعموم المحافظة لمعالجة أي مشكلة أو توقف. في إطار عملية غصن الزيتون من تحرير منطقة في إطار عملية غصن الزيتون من تحرير منطقة عفرين شمالي سوريا بالكامل من الإرهابيين، أعلنت رئاسة الأركان العامة التركية مقتل 4448 إرهابيا في منطقة عفرين السورية منذ بدء عملية غصن الزيتون في كانون الثاني الماضي. أعلنت رئاسة الأركان العامة التركية في بيان مقتل 4448 إرهابيا في منطقة عفرين السورية منذ بدء عملية غصن الزيتون في كانون الثاني الماضي. وأشار البيان إلى مقتل 13 إرهابيا من منظمة بكك الإرهابية أثناء العمليات العسكرية المستمرة بمحافظة ديار بكر جنوب شرق تركيا وشمالي العراق، فضلا عن تدمير 8 مواقع للإرهابيين وإبطال مفعول 14 عبوة ناسفة خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 11 من أيار الجاري. وفي 24 من أذار الماضي تمكنت القوات التركية والجيش السوري الحر في إطار عملية غصن الزيتون من تحرير منطقة عفرين شمالي سوريا بالكامل من الإرهابيين. ضمن تواصل لمسيرات العودة وكسر الحصار للجمعة السابعة على التوالي في قطاع غزة، وبالتزامن مع ذكرى 42 ليوم الأرض التي بدأت منذ 30 من أذار الماضي، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني وارتفاع عدد المصابين إلى 973 فلسطينيا جراء استهداف الجيش الإسرائيلي لهم بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل. أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة في بيان له استشهاد فلسطيني وارتفاع عدد المصابين إلى 973 فلسطينيا جراء استهداف الجيش الإسرائيلي لهم بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل. ضمن تواصل لمسيرات العودة وكسر الحصار للجمعة السابعة على التوالي في قطاع غزة التي بدأت منذ 30 من آذار الماضي. وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن فلسطينياً استشهد بعد تعرضه للرصاص الحي في الصدر على حدود مدينة خان يونس جنوبي القطاع، ليرتفع عدد الشهداء منذ بداية الأحداث إلى 50 شهيداً، مؤكداً أن عدد الجرحى ارتفع إلى 973 فلسطينياً بجراح مختلفة وبالاختناق. وبدأت مسيرات العودة في 30 من آذار الماضي، حيث يتجمهر آلاف الفلسطينيين في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948. ختام النشرة، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.